السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية. معكم حمزة من قناة ميدفيديو. اليوم إن شاء الله راح نبلش بأول درس بمادة التحليل الآلي Instrumental Analysis. طبعا المادة حكينا مقدمة عنها في فيديو سابق، وحكينا إنه هي مادة سهلة وغير كثيفة. راح نبلش اليوم إن شاء الله بالشابتر الأول، بشابتر UV والVisible Spectroscopy. نحن بنعرف انه عندنا الاطياف او الضوء، في عندنا عده اطوال موجات للضوء، في عندنا ترددات، في عندنا طاقه تحملها كل اشعاعات او كل ضوء. ففي عندنا اليو في اللي هو الترا فيوليت، هذا الاشعه فوق البنفسجيه، هي غير مرئيه بالنسبه لنا. وفي عندنا قسم ثاني اللي هو الفيزيبل لايت، اللي هو بيكون عباره عن الضوء المرئي بالنسبه للانسان اللي احنا ممكن نشوفه، اللي هن الالوان مدرجات ما بين الاحمر الى الأخضر والأصفر والأزرق وإلى آخره، إلى البنفسجي. يعني في عندنا من الأحمر للبنفسجي، فمن الأحمر للبنفسجي هذا يسمى الفيزيبل لايت. ما فوق البنفسجي يسمى الترا فيولوت. في عندنا الاي ار اللي هو الانفراريد. ففي البداية راح نحكي عن البرنسبل اوف سبكتروسكوبي، شو هي المبادئ بالسبكتروسكوبي في الأطياف الأشعة. The principle is based on the measurement of spectrum of sample containing atom أو molecules. المبدأ الأساسي هو أنه بيعتمد على حساب السبيكترام. نحن ممكن نرسم سبيكترام أو نرسم جراف بيعتمد على السامبل اللي احنا عم نعملها تحليل أو أناليسز، اللي تحتوي على الأتوم أو المولكيول. فهي عملية انتراكشن ما بين الضوء وما بين السامبل. سبيكترام is a graph of intensity of absorbed or emitted radiation by sample versus frequency or wavelength. السبيكترم هو عبارة عن علاقة أو جراف، عندنا رسم بياني ما بين الـ intensity of absorbed or emitted radiation، شدة الضوء الممتص أو اللي راح يدخل أو بيصير في التفاعل بينه radiation، الإشعاع اللي بيصير ما بين الضوء وما بين السامبل اللي نحن قاعدين ندرسه. هذا عبارة عن الـ y-axis. بالنسبة للـ x-axis راح يكون عندنا عبارة عن الـ frequencies أو frequency نرمزلها بالحرف V، أو الـ wavelength طول الموجة. فهذا بيكون هو عبارة عن محور الـ x. الـ spectrometer is instrument designed to measure the spectrum of compound. الـ spectrometer هو جهاز اللي نحن راح ندرس عليه العينة اللي راح نحللها. رح يستخدم المصمم هذا الجهاز لحتى يعطينا سبيكترم عن المركب، ورح يعطينا سبيكترم مختلف لكل المركبات اللي موجودة عندنا، فكل مركب فيه له سبيكترم خاص فيه. الابزوربشن سبيكتروسكوبي هو عبارة عن analytical technique، هي عملية هي تقنية تحليلية مشان نحن نحلل العوامل أو نحلل المواد ونشوف شو فيه موجود فيها. Which concerns with the measurement of absorption of electromagnetic radiation. المبدأ الأساسي اللي بيقوم عليه الـ UV وباقي الأجهزة هي عبارة عن تفاعل ما بين جزيئات أو مركبات الضوء أو electromagnetic radiation، الإشعاعات اللي نحن ممكن نسلطها على هاي العينة، فبصير تفاعل ما بين ذرات أو روابط أو الـ functional group اللي موجود ضمن هاي العينة مع الالكتروماغنتيك راديشن. راح يصير في عندنا تفاعل، وبناء على هذا التفاعل راح يعطينا سبيكترم. فهو بالاساس بيعتمد على الابزوربشن سبيكتروسكوبي. فعندنا مثال، عندنا اليو في الالترا فيوليت راح يكون عندنا مجال طول الموجات فيها من 185 الى 400، بعضهم يقولوا انه من 200 ل 400. وفي عندنا الفيزيبل لايت الضوء المرئي بيكون طول الموجه من 400 الى 800 نانومتر سبيكتروسكوبي. بالاي ار راح يختلف، راح يكون عندنا 0.76 الى 15 مايكرومتر. بالنسبه لأطوال الموجات نحن بنعرف انه بالنسبه لليو في راح يكون في عندنا الطاقه المنتجة فيه أكبر من الطاقة اللي بنحصل عليها من الفيزيبل. هذا الشيء أكيد لأنه في عندنا تفاعل، أو عفوا في عندنا زي ما بنحكي أنه علاقة عكسية ما بين طول الموجة وما بين الطاقة. هذا الشيء بنعرفه ولازم يكون موجود في أساسياتنا. فكلما كان طول الموجة أكبر كلما قلت الطاقة اللي تنتج عن الإشعاع، تمام؟ كلما قصرت طول الموجة كلما كان الطاقة أكبر. فبنلاحظ عندنا باليو في راح يكون عندنا من 200 ل 400، اما بالفيزيبل من 400 ل 800. فالطاقه اللي تنتج من اليو في اعلى من الطاقه اللي تنتج من الفيزيبل لايت. الالترا فيولت والفيزيبل ابزوربشن سبكتروسكوبي از ا ميجرمنت اوف اتينيويشن
of a beam of light after it passed through a sample. لما نحن نسلط إشعاع أو حزمة من الضوء على سامبل، فالكمية اللي راح تخترق هاي العينة والكمية اللي راح تمتص هاي العينة نحن منقيسها، وبناء عليها ممكن نحدد شو هذا هو العينة. Absorption measurement can be at a single wavelength or over or over an extended spectral range. فبالنسبة لل UV نحن لما يصير في عندنا absorption بيكون في عندنا طول موجة واحدة، أو ممكن يكون عندنا أكثر من موجة ضمن المركب الواحد، وبناء عليها نحن ممكن نحدد هذا الشيء. Why we use UV spectroscopy: detection of functional group, detection impurity, quantitative analysis. It helps to show the relationship between different group. It's useful to detect the conjugation of compound. بالنسبة لل UV نحن ممكن بشكل عام نفهم منه انه ال UV يستخدم مشان نعرف ال functional group اللي موجودة بكل مركب. فبناء على تحليلنا لل UV بيعطينا سبكتروسكوبي ممكن من خلاله نعرف انه شو فيه functional group، هل هو فيه كاربوكسيليك اسيد، هل هو يحتوي على OH group، على امين، الى اخره. ممكن نحلل او نوجد الامبيوريتي اللي هي الشوائب، زي ما حكيت لكم بالمقدمة نحن ممكن انه مشان نفحص عينة ونعرف شو الشوائب اللي موجودة فيها. بالنسبة للكوانتيتيف اناليسيز ممكن نعرف الكميات المناسبة لاي تركيبة، ممكن اذا بدنا نعمل دواء ممكن لازم نحن نعرف انه شو هي المكونات الاساسيه اللي موجوده فيها ككميات، ونعرف قديش احنا نحلل منهن هذا الدواء. بالنسبه للنقطه الاخيره انه هي بتعمل يعني بتعمل لنا علاقه ما بين المختلف الجروبات مثل ما نشوف في الدروس القادمه. فالسبكتروسكوبي هو any procedure that used to interaction of electromagnetic radiation with matter to identify and or estimate an analyte. فالسبكتروسكوبي هي العملية اللي احنا بنقوم فيها، السبكتروسكوبي هي تحليل، هي العملية اللي احنا بنقوم فيها لما نسلط شعاع او اشعاعات من electromagnetic radiation، هو عبارة عن radiation كهرومغناطيسي، فتفاعلها مع المادة سواء كانت المادة solid, liquid, gas أو solution أو إلى آخره، أو مع المولكيول أو الأيون أو الأتوم اللي موجود ضمن المادة، فهذا الشيء بيعطينا identifying للمادة أو estimation للأنالايت. فإذا حكينا عن identification نحن بنحكي عن تحديد هوية، فهذا يسمى qualitative analysis. ضروري نميز ما بين two different of analysis method، في عندنا qualitative method في عندنا quantitative method. لما نحكي عن qualitative نحن بنعمل identification، نعرف هذا المركب شو بيحتوي، سواء كان بيحتوي على functional group، يحتوي على double، يحتوي على ring، بيحتوي على الى اخره. بالنسبة للاستيميشن او الكوانتيتيف اناليسيز، عفوا الكوانتيتيف اناليسيز، نحن هون بنحكي عن كمية، عن concentration، عن الأجزاء أو كوزن للمواد الموجودة ضمن الأنالايت. طبعا بالنسبه للالكتروماجنتيك راديشن اللي هو الضوء اللي راح نستخدمه مشان يعمل تفاعل مع المركبات، مع المكونات اللي موجوده ضمن الخليط او ضمن ميكستر او ضمن السامبل، هو عباره بنختصره اي ام ار، الكتروماجنتيك راديشن، هي عباره عن اشعاعات كهرومغناطيسيه، وبالنهايه هي ضوء، وبما انه هي ضوء فهي تعتبر موجه، ولكل موجه ابعاد
في طول موجة، في ارتفاع الموجة، في عندنا التردد للموجة. الـ AMR consists of direct bucket of energy which are called photon. في عندنا طاقة مخزونة ضمن هاي الإشعاعات بنسميها الفوتون. AMR can be described in term of both particle and wave denotational of light. في عندنا اللي هن الطبيعة المزدوجة للضوء، هو عبارة عن جزيئات تتحرك على شكل أمواج، فهي بنسميها الخاصية الثنائية أو الطبيعة الثنائية للضوء. في عندنا light wave consists of perpendicular and oscillating electric and magnetic field. في عندنا عبارة عن موجتين متعامدتين متداخلتين من الإلكترونات ومن الإشعاعات المغناطيسية أو الحقل المغناطيسي، فهي عبارة عن إلكتروماغنتيك الكهرومغناطيسية، عبارة عن كهرباء متمثلة بالإلكترونات اللي هي الإلكتريك، وفي عندنا بالنسبة للماغنتيك المجال المغناطيسي. فبنلاحظ بالصورة عندنا في عندنا الإلكتريك فيلد هي عبارة عن المجال المغناطيسي الكهربائي عفوا أو الأمواج الكهربائية، في عندنا يعامدها ويتداخل معها هو عبارة عن الماغنتيك فيلد اللي هو الحقل المغناطيسي. في عندنا الفوديمنتال اوف سبكتروفوتومتري، في عندنا بعض الاساسيات بعض المصطلحات الأساسية اللي بتخص الأمواج. في عندنا أول شيء بروبيرتيز اوف لايت خواص الضوء. أول شيء في عندنا البارتيكلز اند ويف بالنسبة للجزيئات والأمواج. لايت ويف كونسيست اوف بيربنديكولار اوسيليتنج الكتريك اند ماجنتيك فيلد، نفس الحكي اللي حكيناه انه هو عبارة عن أمواج مغناطيسية وكهربائية متداخلة ومتعامدة. في عندنا الباراميتر المستخدمة لوصف الضوء، شو نحن ممكن نطلق الأوصاف للأمواج الضوئية. في عندنا في البداية الأمبليتيود اللي هم نرمز لها بالحرف A، هو عبارة عن light of waves electric vector، هو عبارة عن شعاع أو ارتفاع الموجة. في عندنا الwave length هو عبارة عن طول الموجة، هي المسافة منقيسها بالنانومتر بالسنتيمتر في المتر from peak to peak، هي المسافة ما بين قمتين متساويتين أو متماثلتين أو ممكن كمان قاعين متساويين. ففي عندنا القمة بنرمز لها بالرمز بنحكي لها هي الكريست، هاي الكريست عبارة عن القمة. وفي عندنا التروت اللي هي القاع، فمن قمة لقمة هو يعتبر ويفلينث طول موجة، أو من قاع لقاع يعتبر طول موجة. البراميتر الثالث اللي هو الفريكوانسي نرمزه بالرمز V، هي number of complete oscillation that the wave make each second، هي بالنسبة للفريكوانسي اللي هو التردد، هو عدد الموجات الكاملة، بتكون موجة كاملة يعني ما بين قمة لقمة أخرى ماشي، هذا بنسميه خلال ثواني او خلال مدة معينة من الزمن او خلال ثانية، هاي بنسميها تردد. فالتردد بنقيسه بالهيرتز اللي هو وحدة الفريكوانسي، او سيكند اس ناقص واحد يعني واحد على سيكند، يعني كم موجة مرقت خلال ثانية واحدة، هذا هو معنى الفريكوانسي للتردد. في عندنا البراميتر اللي هو الانيرجي، ممكن نقيس الضوء عن طريق الانيرجي، نشوف شو هي الطاقة الناتجة عن هذا الضوء. The energy of one particle of light أو بين قوسين الفوتون is proportional to its frequency، له علاقة بالفريكوانسي. فكل ما كان عندنا الفريكوانسي عالي كل ما كان عندنا الطاقة عالية. فالأمواج اللي بتهتز أو الأمواج اللي بتشكل موجات خلال ثواني أكثر، يعني خلال مثلا خلينا نحكي عندنا ضوئين، ضوء بيشكل عندنا خلال ثانية واحدة أربع موجات، وضوء بيشكل عندنا موجة واحدة، فشي طبيعي أن يكون أبو الأربع موجات يكون فيه طاقة أكبر من اللي بيعطي موجة واحدة خلال الثانية. فالعلاقة هي الإنيرجي تساوي HBV، H هي عبارة عن ثابت بلانك 6.626 ضرب 10^-34 جول على الثانية، جول بثانية. في عندنا اللهم صل على سيدنا محمد، عندنا V هي فريكوانسي درسناها قبل شوي، وعندنا E هي الفوتون إنيرجي أو اللايت إنيرجي منقيسها بالجول. فعندنا علاقة طردية زي ما حكيت لكم ما بين الفريكوانسي وما بين الطاقة، فكل ما زادت الطاقة بتزيد الفريكوانسي، أو العكس كل ما زاد الفريكوانسي بتزيد الطاقة الناتجة عن هذا الضوء. ففي عندنا علاقات نحن ممكن نستنتجها من بعض. في عندنا علاقة اللي هي سرعة الضوء تساوي ثابت بلانك ضرب V، إذا عوضناها بالقانون في عندنا لمدا ضرب V تساوي C، فهي C سرعة الضوء تساوي V بلمدا طول الموجة بالتردد بفريكوانسي، فالفريكوانسي هي راح تكون سي على لمدا، فإذا عوضناها بالقانون راح يطلع عندنا E تساوي HC على لمدا،
او الواحد على مدى ممكن يرمز لها بالويف نمبر. الويف نمبر هو واحد على طول الموجة، فبيطلع عندنا ثابت عفوا الانرجي تساوي اتش بي سي بي في نود اللي عليه فوق هي شخطة مش في الفريكوانسي اللي هي ويف نمبر الواحد على طول الموجة واحد على لمدة. طالما الفريكوانسي بيقل الانرجي بتقل، حكينا انه علاقة طردية ما بين الفريكوانسي وما بين الانرجي. تايبز اوف انرجي حكينا اول اشي الباراميتر البارتيكل اند ويف بالنسبة لخصائص الضوء. بعدين عندنا رح نحكي عن انواع الضوء الموجودة لدينا. في عندنا نوت gain energy of light increase as frequency increase or wavelength decrease. في عندنا علاقة طردية نفس الحكي اللي حكيناه ما بين الفريكوانسي وما بين الطاقة، زادت الفريكوانسي بتزيد الطاقة، قلت الفريكوانسي بتقل الطاقة. العلاقة عكسية ما بين الطاقة وما بين طول الموجة، كل ما كان طول الموجة أكبر كل ما كانت الطاقة أقل، وعلى العكس تماما كل ما كانت طول الموجة أقل كل ما كانت الطاقة أكبر. فعشان هيك عندنا باليو في بيكون طول الموجة قصير من 200 ل 400 نحن حكينا، أما بالنسبة للفيزيبل في عندنا طول الموجة بيكون طويل شوي ما بين 400 ل 800، فالطاقة الناتجة عن الفيزيبل أقل من الطاقة الناتجة عن اليو في، والطاقة الناتجة عن اليو في أكثر من الطاقة الناتجة عن الفيزيبل. ليش؟ لأنه طول موجتها أقل. فهي عندنا بالنسبة للجاما راي في عندنا أشعة جاما، في عندنا الإكس راي، بنلاحظ نحن أنه طول الموجة عم يكبر ما بين الجاما راي والإكس راي والألترا فيوليت اللي هو اليو في، في عندنا الفيزيبل، في عندنا الاي ار، وفي عندنا الراديو. تمام، فبنلاحظ احنا كل ما طلعنا لفوق عم تقل الانرجي وعم تزيد عندنا طول الموجه. فاذا بنلاحظ هون بالنسبه للراديو تصل الى 10 اس 4 بالنسبه كطول موجه، اما بالنسبه للفريكوانسي او انرجي تصل الى 10 اس 5 مقارنه مع الجاما راي. الجاما راي ففي عند ريز ففي عندنا طول الموجه بيكون 10 اس ناقص 14، فهي صغيرة جدا وقصيرة جدا مقارنة مع الراديو تصل إلى 10 أس 4، ولكن الطاقة الناتجة عن الجاما راي هو عبارة عن 10 أس 23 مقارنة مع 10 أس 5 بالنسبة للراديو، وهكذا. هاي نفس الحكي اللي هي المجالات اللي بتكون فيها موجودة مجالات الأشعة أو الطاقة أو الراديشن الكترومغنتيك راديشن. في عندنا الراديو وهي أقل بالطاقة والأكثر في طول الموجة، طول موجتها تصل إلى 10 أس ناقص 1 وإلى فوق أو أعلى من ذلك. في عندنا الفريكوانسي بتكون عبارة أقل من 10 أس 8، المايكروويف من 10 أس ناقص 3 ل 10 أس ناقص 1، والطاقة بتكون 10 أس ناقص 11 ل من 10 أس 11 إلى 10 أس 8 تقريبا. هاي الأرقام مشان نحن نفهم انه العلاقة عكسية ما بين الفريكوانسي والويف لينث. فبنلاحظ نحن كل ما اتجهنا بطول الموجة هيك فبتزيد طول الموجة عندنا وبتقصر عندنا الفريكوانسي، بتكون 10 اس 20 بتصير 18 16 الى اخره، فهي علاقة عكسية. تحت في عندنا الالترا فيوليت من 200 ل 380 تقريبا ل 400، الفيزيبل اللي هو بيكون من النهدي للاحمر هو عبارة من 380 او 400 الى 780 او 800، فهي علاقه يعني عكسيه ما بين الفريكوانسي او الانرجي وما بين الويف لينث. كلر اوف فيزيبل لايت رح ندرس بالبدايه اللي هو الفيزيبل لايت. ماني تايب اوف كيميكال ابزورب فيريس فورم اوف لايف، في عندنا اطول موجات بالنسبه للاضواء اللي بتكون على شكل فيزيبل لايت، اطوال متعدده مش للحفظ اعتقد هاي الاطوال، ولكن حتى نعرف انه كل ما اتجهنا نحو طول موجة أعلى بتقل عندنا الطاقة لأنه العلاقة عكسية. في عندنا الخاصية الثانية من خصائص الضوء أو البارتيكلز تبع الضوء اللي هي الجراوند ستيت أو والإكسايتد ستيت. في عندنا مكانين بيكون موجود فيهن الفوتون بينتقل عبرهن أو الإلكترون أو أي بارتيكلز من بارتيكلز اللايت. في عندنا شيء يسمى الجراوند ستيت اللي هي مرحلة الراحة بيكون فيها موجود فيها هذا الفوتون، وفي عندنا الاكسايتد ستيت لما الفوتون نعطيه طاقه او نعطيه لما يكسب طاقه راح ينتقل من سويه طاقيه، كنا نحكي لها السويه الطاقيه او المستوى طاقه، الى مستوى طاقه اعلى بنسميه الاكسايتد ستيت، يعني مرحله الاثاره او مكان الاثاره. وين كيميكال ابزورب لايت لما يصير في عندنا امتصاص للضوء بشكل كيميائي
it goes from low energy state اللي هي بنسميها ground state، بتكون هي سوية طاقية قليلة، كمية الطاقة فيها قليلة، إلى الـ higher energy state بنسميها الـ excited state. هاي بشكل مبسط. وعندنا فرق الطاقة اللي هي delta E تساوي E1 ناقص E0 اللي هي excited ناقص الـ ground state. Only photon with energy exactly equal to the energy difference between the two electron state will be absorbed. لما الفوتون يكسب كمية الطاقة الكافية exactly equal to difference الكمية الطاقة اللازمة، كمية الطاقة اللازمة لحتى هذا الفوتون ينتقل من سوية طاقية أو من مستوى طاقة إلى مستوى طاقة أعلى، لازم يمتلك الطاقة اللازمة لفرق الطاقة ما بين المستويين لحتى أنه يطلع. Since different chemicals have different electron shell which are filled, they will each absorb their own particle type of light. Different electron ground state and excited state. فبما أنه عندنا المركبات بشكل عام في عندنا مختلف أنواع أو مختلف مدارات من الإلكترونات ضمن المركب، فرح يصير في عندنا اختلاف في سويات الطاقة أو مستوى الطاقة اللي رح ينتقل فيها هذه الإلكترونات من الجراوند ستيت الى الاكسايتد ستيت، فهي مش ثابته، فهي حسب موقع الالكترون وكميه الطاقه اللي راح يكسبها هذا الالكترون حتى ينتقل من سويه الى سويه اخرى. تمام. في عندنا ما يسمى بالبيرز لو اللي هو قانون وضعه العالم بيرز. The relative amount of a certain wavelength of light absorbed بنسميه الاي that passed through sample is depended on، يعني كميه الطاقه او الابزوربانس او الابزوربد، يعني قديش هاي المركب هذا قديش امتص طاقه لحتى ينتقل من سويه الى سويه اخرى بنسميها الابزورب لايت، بنعبر عنها بي اي. راح تعتمد على اكثر من عامل. اول عامل راح تعتمد عليه اللي هو السيل باث لينك اللي هو بي بنرمز له، وهو عباره عن المسافه اللي لازم يعبرها هذا الضوء خلال عبر السامبل، يعني السامبل موجود في كاونتر، الكاونتينر هذا قديش في عندنا العرض تبعه اللي هي المسافة أو اللينك. في عندنا الأماونت أوف أبزوربينج كيميكال إن ذا سامبل، قديش هذا الكونسنتريشن كمية هاي السامبل اللي إحنا عم نعمل له أنالايت، قديش بيكون عندنا الكونسنتريشن تبعه. وآخر إشي في عندنا إشي يسمى الأبزوربتيفيتي اللي هي قدرة السامبل على امتصاص الضوء، يعني قديش قدرة هذا السامبل على انه يمتص هذا الضوء لحتى يعطينا كمية الابزورب لايت اللي هي الاي. فعندنا الاي تساوي اي بي سي او observativity بي سي. تمام. هذا عبارة عن قانون بيرز لامبر لو. تمام. في عندنا ايضا علاقة ماشي تربط ما بين كمية الضوء اللي عبر وما بين كمية الضوء الأساسية، بنسميها الترانسميتنس. الترانسميتنس هي بي على بي نود. تمام. في عندنا بيرسنتج للترانسميتنس انه قديش عندنا عبر اللي هي 100 ضرب بي على بي نود، فهي كمية اللي عبرها الضوء. تي هاز رينج من 0 للواحد والنسبة بتكون من 0 للمية اكيد. فالترانسميتنس انه قديش عندنا عبر من هذا الضوء. تمام. فالبي نود هي عبارة عن كمية الضوء اللي دخلت على السامبل، البي هي الكمية اللي خرجت، يعني إذا إحنا كنا عارفين إنه دخل عندنا مثلا 50 من كمية الضوء اللي هي بي نود وعبر عندنا 30، فقديش امتص هاي المادة؟ فهي بتمتص تقريبا حوالي 20 وهكذا. تمام. ففينا نحسبها كترانسميتنس إنه قديش عبر أو قديش عندنا هي امتصت، أو فينا نحسبها عن طريق النسبة المئوية للترانسميتنس. الأبزوربانس is the relative of amount of absorbed by of light absorbed by the sample and is related to transmittance. في عندنا علاقة ما بين الأبزوربانس إنه هاي المادة قديش امتصت من الضوء أو قابلية للامتصاص، وما بين الترانسميتنس اللي هي العلاقة تحكي ان الـ A تساوي ناقص لوغاريتم B على B نود او ناقص لوغاريتم الـ T او ناقص لوغاريتم الـ percentage T على 100. تمام. في عندنا احنا حكينا الـ range تبعها بتكون من 0 الى 100 بالنسبة للـ transmittance، اما بالنسبة للـ A الـ range تبعها بتكون من 0 لـ infinity الى ما لا نهاية.
فبالنسبة لبيرز لامبرلو مثل ما حكينا هو عبارة عن A تساوي الابزورتيفيتي بV بC. أحيانا الابزورتيفيتي ممكن نعبر عنها بـ A small، فبنحكي إنه A تساوي A بC. الابزوربنس is useful since it's directly related to the analyte concentration، إنه هي الابزوربنس بيكون بيعتمد على كمية أو concentration للسامبل أو الانالايت، وبيعتمد على السيل باث لينث اللي هو البي، وبيعتمد على المولر ابزورتيفيتي اللي هي قدرة المادة على امتصاص الضوء الابسيلون او الاي. الريليشن شيب زي ما حكينا A تساوي A بي سي، A بنعرف هي ابزوربنس وما إلها وحدة، وبننتبه انه ما إلها وحدة. في عندنا الابزورتيفيتي بنقيسها بالمولر ابزورتيفيتي اللي هي لتر على المول سنتيمتر. في عندنا السيل باث لينك اللي هي عرض الانالايت او عرض الكونتينر تبع الانالايت اللي راح يعبر الضوء بينقاس بالسنتيمتر. في عندنا الكونسنتريشن اللي هو مول على اللتر. فزي ما حكينا بيكون عندنا ضوء داخل، في عندنا هذا الكونتينر، فبيكون فيه موجود فيه السامبل، وبيكون عرضه هو عبارة عن البي. فإذا عملنا جراف ما بين الكونسنتريشن والابزوربنس، لازم يكون في عندنا خط مستقيم باعتبار، أو إذا تاب إذا كان العملية تابعة لبيرز لامبرلو، لازم يكون في عندنا خط مستقيم ما بين الكونسنتريشن وما بين الابزوربنس، وبيكون عندنا السلوب هو عبارة عن الابزوربتيفيتي ضرب البي. تمام؟ فالعلاقة ما بين السي وما بين A راح يحكمها اللي هو الابزوربتيفيتي في البي. البيرز لو is relation between absorbance and concentration، لازم نحفظها انه هي عبارة عن علاقة ما بين الابزوربنس وما بين الكونسنتريشن. وبما انه نحن عم نحكي عن concentration، فإحنا هون بنحكي على quantitative analysis، نحن عم نحكي عن كمية، تمام؟ وليست نوعية، هي عبارة عن quantitative لأنه نحن عم نحسب concentration. فبيرز لامبر لو أو بيرز لو يطبق في حالة ال quantitative، تمام؟ هو عبارة عن علاقة ما بين الأبزوربنس A وما بين الكونسنتريشن C. حكينا إنه لازم يكون عبارة عن straight line، خط مستقيم بمر من المبدأ وهو ثابت، تمام؟ بالنسبة للباث لينث بيكون عندنا البي بتكون ثابتة، فبنحسب نحن هون الابزوربتيفيتي اعتبارا من السلوب، نحسب السلوب لهذا المستقيم ومنها بيطلع الابزوربتيفيتي. بيرز لو از اوبيد فور مونوكروماتيك لايت، بيطبق في حالة المونوكروماتيك لايت. فإذا عملنا كمان علاقة أخرى ما بين الكونسنتريشن وما بين الترانزميتنس راح تكون على الشكل التالي اللي هو منحني متناقص لحتى يقترب من الكونسنتريشن. بيكون في عندنا تي تساوي 10 أس ناقص A في B بي سي أو Observativity في B بي سي. تمام؟ هاي هون بيحكي لنا إنه مثلا إذا دخل عندنا ضوء بنسبة 100% أول مرة راح يعبر حوالي 50%، بعدين 25%، بعدين 12.5% إلى آخره. فهاي العلاقة ما بين التي وما بين الكونسنتريشن. لسه مكملين بالفوندمنتال اوف سبكتروفوتومتري. في عندنا الابزوربشن سبكترم، السبكترم تبع اليو في او اي اناليسز نحن ممكن نطبقه. في عندنا ديفرنت كيميكال هاف ديفرنت انرجي ليفز، بما انه المركبات تختلف عن بعضها بالكيميكال او بالكومباوند اللي موجوده فيها، فراح يكون في عندنا اختلاف بالانرجي ليفلز اللي راح تنتقل فيها هاي المركبات. ديفرنت جراوند مع ديفرنت اكسايتد الكترون ستيت، اكيد في عندنا اختلاف المركبات او اختلاف اشكال المركبات او الكومباوند اللي موجوده ضمن المركب الواحد، راح يشكل عندنا اختلاف بالجراوند ستيت واختلاف بالاكسايتد ستيت حسب قدره هاي الماده او المركب فيما بما يحويه من مركبات او عناصر، راح يكون في عندنا اختلاف لاستقباله للضوء لحتى ينتقل الى اكسايتد ستيت. will have different ability to absorb light and at any given wavelength، نفس ما حكينا انه راح يختلف قابليه هذا الكومباوند لامتصاص الضوء حسب طول الموجه. الابزوربشن سبيكترم هو عباره عن بلوت اوف ابزوربنس او ابزوربتيفيتي ضد ال او عكس الويفلينث للكومباوند، فهي عباره عن بيكون جراف او بلوت ما بين الويفلينث لمده بنسميها وما بين الابزوربنس او المولر ابزوربتيفيتي. The greater absorbance of compound at given wavelength, the easier it will be
to detect at low concentration. نحن لما ناخذ سبيكترم لاي كومباوند بنشوف اللامدا ماكس تبعه، يعني اعلى قمه ممكن يوصل لها هذا الكومباوند. عند هاي القيمه نحن ممكن نحدد شو هو نوع الكومباوند، لانه اسهل لاحنا نحدده بكميات او بكونسنتريشن قليل. راح نتعرف عليها في الامام، بس حطوا في بالكم انه نحن لما بدنا ندرس كومباوند فبكون عندنا سبيكترم، فالسبيكترم راح ناخذ منه اعلى قمه ونعتبرها هي اللي بنحلل عليها. By choosing different wavelength of light اللي هي لامدا A واللامدا B, different compound can be measured. فاختلاف اللامدا رح يعطينا اختلاف المركبات، فما رح نلاقي أبدا أي مركبين لهم نفس اللامدا ماكس، وإذا وجد نفس اللامدا ماكس رح يكون في عندنا اختلاف بالعوامل الأخرى اللي رح ندرسها إلى الأمام إلى يعني قدام. ففي عندنا السبيكتروفوتوميتر، سبيكتروفوتوميتر لازم نميز بين المصطلحات. في عندنا سبيكتروفوتومتري، في عندنا سبيكتروفوتوميتر اللي هو الجهاز، وفي عندنا سبيكترم اللي هو عبارة عن الجراف أو البلوت ما بين الكونسنتريشن وما بين الأبزوربانس. فالجهاز اللي احنا منقيس فيه الـ UV light واللي بيعطينا سبيكترم في النهاية بنسميه سبيكتروفوتوميتر. في عندنا بيزك ديزاين، وفي عندنا النوع الثاني اللي هو أنواع من السبيكتروفوتوميترز. بشكل اساسي الديزاين الاساسي للسبكتروفوتوميتر الجهاز راح يكون عندنا عباره عن سورس اوف لايت في البدايه، في عندنا السليت، في عندنا الديسبيرجن ديفايس اللي راح يعمل لنا اللي هو البريزم اللي راح يعمل لنا تشتيت للضوء، في عندنا سليت اخر، في عندنا السامبل اللي راح يكون موجود فيه العينه، واخر شيء بيكون في عندنا الديتكتور. تمام. الانسترومنت يوز تو ميك ابزوربانس اور Transmittance measurement is known as spectrophotometer. الجهاز اللي راح نستخدمه لحتى نقيس فيه الابزوربنس او الترانزميتنس بنسميه سبيكتروفوتوميتر. ففي عندنا في البدايه زي ما حكينا اول شيء لازم يكون في عندنا اللايت سورس اللي هو مصدر الضوء، الجهاز راح يعطينا الضوء او اشعاع لحتى يسقط على السامبل. الضوء اللي نحن ممكن نستخدمه اول شيء اللايت سورس هو provide the light to be passed through the sample اللي هو بيأمن ان الضوء اللي راح يعبر عن طريق السامبل. في عندنا نوعين مستخدمات باليو في وبالفيزيبل، في عندنا التنجستين لامب اللي هو ضوء اللمبة اللي نحن بنعرفه اللي بيجي لونه اورانج تقريبا، اللي هو مستخدمه للفيزيبل لايت، بيكون عندنا طول الموجة تبعه من 320 ل 2500 نانومتر. هذا يستخدم في الفيزيبل وبعض الاي ار رينج، تمام؟ فما بصير نستخدمه باليو في. في عندنا النوع الثاني اللي هو ديتيريوم لامب، هذا نوع من انواع الضوء نستخدمه باليو في، بيكون طول موجته من 160 ل 375، بيكون طول موجته قصير والطاقه اللي بيحويها طاقه عاليه. In the presence of arc some of the electron energy is absorbed by D2 اللي هو ديتيريوم، او ممكن نستخدم في عنده ال H2 which result in the dissociation of the gas and release of light. هاي المبدا عمل الديتيريوم انه بيكون في عندنا عباره عن ماده الدي 2 او الاتش 2، هاي بتنتج عن طريق الديسوسيشن اللي هو التفكك الغاز لحتى يعطينا هذا الضوء. ففي عندنا دي 2 زاد الانرجي تبع الالكترون لحتى يعطينا دي 2 بالاكسايتد ستيت، يعني دي 2 راح يمتص هاي الطاقه وراح يروح للاكسايتد ستيت لحتى يعطينا اخر شيء اللي هو الضوء اللي نحن ممكن نشوف، احنا ما راح نشوفه صراحه او ما راح نستخدمه. اللي بنشوفه احنا هو التنجستين لامب، هذه بالنسبه لمبدا عمل مش كثير مهمه هاي العلاقه او هاي الافكار. في عندنا شيء يسمى المونوكروموتر، المونوكروموتر بنسميه ويف لينث سيليكتور، سيليكتور اللي هو نحن بنحدد من خلاله قديش بدنا طول الموجه اللي نحن بدنا نقيس عليها او نعمل عليها analysis. فهو يستخدم to select given wavelength of light from the light source. نحن ممكن نقول له للجهاز انه قيس لنا هاي السامبل على طول موجه مثلا على ال 220، تمام؟ على طول موجه 220، فهو راح يوجه هذا المونوكروموتر مشان يعطينا طول موجه 220. ففي عندنا الانواع للمونوكروموتر، في عندنا البريزم، في عندنا الفلتر، في عندنا بعض الخصائص اللي موجوده بالمونوكروموتر هسه بندرسها.
بالنسبة للبريزم اللي هو المنشور، فإذا كان عندنا منشور دخل عليه ضوء أبيض مثلا، ممكن هو يحرفه بأطوال موجات معينة لحتى يعطينا ألوان الطيف كاملة إلى آخره مثلا. هذا مثال على المونوكروموتر أو مبدأ عمل المونوكروموتر، إن هو ممكن يشتت الضوء. في عندنا الفلتر، الفلتر هو عبارة بيعمل عكس عمل البريزم، عكس عمل المنشور. الفلتر ممكن يوحد لنا أطوال الموجات أو يختار لنا مثلا طول موجة واحدة، فالبريزم بدال هو ما يشتت الضوء بيجي الفلتر بعديه مثلا إنه بيعطينا طول موجة معينة، بيكون موجود زي هيك. هاي في عندنا البريزم، في عندنا هون السليت، الإكزيت سليت أو الفلتر اللي هو بيختارنا طول موجة واحدة. في عندنا شيء يسمى الريفليكشن والديفراكشن جريتنج، اللي هو زي ما نحكي المراية العاكسة، ممكن تعمل ريفليكشن انكسار أو انعكاس، ديفراكشن أو ريفليكشن للضوء ممكن نستخدم فيه طول موجات معينة. بعد الفلتر وبعد البريزم وبعد المونوكروموتر رح يجي في عندنا السامبل سيل، اللي هي الكونتينر اللي بنحط فيه الانالايت، فبيكون فيها طول اللينث بيكون عندنا ثابت وبنسميه بي، وهذا بنستخدمه بالبيرز لو. في عندنا يوجوالي راوند اور سكوير كيوبيت، هو عبارة عن مكعب او زي هذا الشكل بتشوفوه باللاب بالمختبر، تمام؟ فبيكون هو عبارة يا اما بيكون مدور، وغالبا بيكون عبارة عن مكعب او مربع. كيوبيت بنسميه، بيستخدم او منصنع طريقة صناعته هذا بيكون عبارة عن مادة ما بتتفاعل أو ما بتمتص الضوء في أي طول موجة معينة. في عندنا الجلاس، في عندنا كوارتز، في عندنا الـ NRCL أو الـ KBR. الـ NRCL والـ KBR هذا مستخدمه للإنفراريد اللي هو الـ IR. في عندنا الكوارتز مستخدمه بالـ UV، وفي عندنا الجلاس بالـ Visible Light. بعد هيك آخر إشي في عندنا ما يسمى بالـ Light Detector، اللي هو بيحدد لنا السبيكترم بعد ما يمر الضوء عبر السامبل. ميجر ذا امونت اوف لايت باس ثرو ذا سامبل، بيقيس لنا قديش كميه الضوء اللي عبرت من هاي السامبل، ومن خلالها ممكن نعرف انه هاي الماده قديش امتصت. يوجوالي ورك باي كونفرتينج لايت سيجنال انتو الكتريكال سيجنال، هو راح يحول الاشارات الضوئيه الى اشارات كهربائيه وراح يرسم لنا سبيكترم في نهايه الموضوع. فهون عندنا انواع للسبكتروفوتوميتر، في عندنا اجهزه، في عندنا نوعين من الاجهزه، في عندنا السنجل بيم وفي عندنا الدبل بيم. بيم يعني حزمه او اشعه. فعندنا السنجل بيم نفس اللي درسناه، اللي هو بيكون السامبل والبلانك alternatively ميجر ان سيم سامبل تشامبر. بيكون في عندنا، خلينا نشوفه على الرسمه هون، هاي هون عندنا، فبيكون عندنا السامبل هون والبلانك بيكونوا الهم كونتينر واحد، يعني بنحط هالسامبل او عفوا بنحط البلانك بنصفر عليه بعدين بنشيله بنحط السامبل وبنعمل قياس للضوء. اكيد نحن لازم نعمل قياس للبلانك، بنعرف انه البلانك هو كل شيء نستخدمه في التحليل ما عدا الانالايت عشان نصفر عليه، زي نحن لما نصفر الميزان بنحط الاوزان كلهن بنصفر عليهم بعدين بنحط شو البودره اللي نقيسها او الى اخره. فالبلانك هو كل شيء ما عدا الانالايت. فهي احد مساوئها انه هي بطء العمليه. نحن لما نستخدم سنجل بيم، لما يكون في عندنا حزمه واحده من الاشعه او من اللايت، فبيكون عندنا احنا بدنا نحط بلانك، بدنا نصفر، بدنا نشيل البلانك، نحط السامبل ونقيس عليه. اما بالنسبه للنوع الثاني اللي هو الدبل بيم، في عندنا عباره عن ميرور، مرايه راح تعكس لنا هذا البيم الواحد حتى يصير في عندنا تو بيم كونتينيوسلي compares sample and blank. نحن رح نقارن السامبل والبلانك طالما صار في عندنا two beams. automatically correct for change in electronic signal or light intensity of source، هو اوتوماتيكيا رح يغير لنا ما بين ال electrical وال light intensity. فبكل بساطة بيكون في عندنا ال light source رح يمر عبر الفلتر أو المونوكروموتر، رح يوصل على ال beam splitter اللي رح يوزع هذا البيم للتو ميرور. التو ميرور واحدة منهم بتروح على السامبل سيل، واحدة بتروح على الريفرنس او البلانك. بعد ما درسنا خواص الضوء البروبرتيز اوف لايت، راح نشوف بالنسبة للكيميكال اناليسز اللي هي التحليل الكيميائي للعينات،
في عندنا اول شيء اللي هو الكالبريشن والكالبريشن كيرف. شو هو الكالبريشن؟ هو قياس الابزوربنس اوف سامبل ات نيسيسري تو ميجر بي نود والبي ريشيو. تعرفنا على البي نود وعلى البي ريشيو. البي عفوا، البي نود هي كميه الضوء اللي راح تعبر عبر العينه بس بدون وجود السامبل، يعني باختصار هي نفس كميه الضوء اللي راح تدخل، يعني كامل كميه الضوء الاساسيه قبل ما يصير في عندنا امتصاص للضوء. اما بالنسبه للبي هي قديش شده الضوء اللي امتصها اللي عبرت عفوا خلال وجود السامبل. يعني باختصار البي نود هي كميه الضوء اللي راح تدخل، والبي هي كميه الضوء اللي السامبل امتصها او اللي راح تعبر في وجود السامبل او اللي سامبل امتصها بغض النظر، يعني بوجود السامبل ضمن الكيوفيت. فالبي نود ميجر with a blank cuvette. حكينا البلانك اللي هي عبارة عن cuvette contains all compound in the sample solution ما عدا الانالايت اللي نحنا بدنا نحلله. ها هي البي نود. بالنسبة للبي هي measure by placing the sample in the cuvette، لما نحط السامبل او الانالايت اللي نحنا بدنا نحسبها. مشان يكون في عندنا accurately measure of unknown concentration نحن بنستخدم ما يسمى بالكالبريشن كيرف. بنرجع بنحكي الكالبريشن كيرف هو عباره عن كوانتيتيف اناليسز، كوانتيتيف كيميكال اناليسز ما بين الكونسنتريشن محور الاكسات وما بين الابزوربنس محور الوايات، ولازم يكون شرط اساسي عباره عن لينير. فشو هي الليميتيشن للبيرز لو او للكالبريشن كيرف او عفوا للبيرز لو اللي هو اصلا بيعتمد على الكالبريشن كيرف؟ ممكن يكون في عندنا نتائج نون لينير كالبريشن كيرف، ممكن ما يكون في عندنا لينير، تمام، ممكن يكون منحني، فهذا ما بيزبط على البيرز لو. في عندنا at high concentration solute molecule influence on one another because of their proximity molar absorptivity change. لما يكون في عندنا high concentration نحن ما رح نقدر نطبق بيرز لو لأنه بصير في عندنا تأثير للمواد اللي موجود أو التركيز العالي اللي موجود للمادة بيأثر على absorptivity، فرح تتغير عندنا absorptivity الحقيقية والأساسية لهاي المادة. الأنالايت بروبرتي تشينج إن ديفرنت سولفنت، لما نستخدم نحن يعني أكثر من سولفنت أو أكثر نوع من السولفنت من المحاليل ممكن تغير عندنا الخواص للمادة اللي إحنا عم نحللها. في عندنا error in reproducible positioning of cuvette، في عندنا أخطاء متعلقة بالكيوفيت نفسه، ممكن عندنا مشاكل بالديرت والفينجر بنت، ممكن يكون في عندك الأصابع اليد لما نمسك الكيوفيت ونحطه بالمكان المخصص له ممكن يغبش عليه أو ممكن ما يكون في عندنا امتصاص كامل للضوء. في عندنا الانسترومنت الكتريك نويز اللي هي مشاكل بالجهاز نفسه، فنحن بنحكي انه هاي معظم الليميتيشن للبيرز لو. بالاخير في عندنا انه لازم يكون في بالنا انه الرينج تبع الاي بيكون من 0.1 لل 1.5 بالنسبه للابزوربنس. في عندنا بالنسبه للكوانتيتيف ابزوربنس ميجرمنت، اول شيء لما نحن بدنا نعمل كوانتيتيف ابزوربنس شو لازم يكون في عندنا؟ اول شيء لازم نختار شو هي الويف لينث. في البدايه بناخذ سبيكترم ونختار اللامدا ماكس او الويف لينث المناسبه. نحن بنختار الويف لينث ات ان ابزوربشن ماكسيمم اللي بنسميها لامدا ماكس. ليش؟ لانه بيكون في عندنا مينيمايز ديفيشن فروم بيرز لو ويتش اسيوم ابزوربتيفيتي اتس كونستانت. عندها لازم يكون او بيكون عندنا الابزوربتيفيتي ثابتة، بيكون عندنا low concentration عند هاي اللامدا ماكس، فنحن بنختار اللامدا ماكس وبنقيس عليها. Big peak in absorption spectrum where analyte is only compound absorbing light، بيكون في عندنا مركب واحد راح يمتص الضوء، فنحن بنختار له اللامدا ماكس تبعه. Or choice a wavelength where the analyte has the largest difference in its absorbance relative to another sample compound. يعني ممكن نحن نختار wavelength لما يكون عنده الانالايت اعلى فرق ما بين الابزوربنس، بيكون عندنا فرق ما بين الابزوربنس، فنحن بناخذ الفرق الاعلى مع السامبل اخر موجود في عندنا في نفس الكومباوند. فاذا باختصار نحن لما بدنا ندرس اي ميكستشر اول اشي لازم نحدد شو هي اللامدا ماكس مشان نقيس عليها وندخلها على الجهاز مشان هو يعمل اناليسز
على لمدة واحدة على طول موجة واحدة، وهو اللي بيقرر قديش عندنا الابزوربنس وقديش الكونسنتريشن تاعها.